كنت عايش معاه. هل المصري القديم يعني العوام والشعب من المصريين القدماء كانوا زينا كده دلوقتي مثلا يهتموا بالابراج وفي خبير ابراج او خبيره ابراج يعني يقول لك انا برج ايه، طب انا صفاتي، طب اتجوز يعني برج يتماشى مع مين، او يعني زي ما بنقول كده، ما هو ده برضو بينسب الى حد كبير. انت جيتي دخلتي في دقائق الحضاره المصريه القديمه. ايوه فعلا كان في كان في، بما ان في فلك عندنا في مصر القديمه في كمان حاجه اسمها قراءه الطالع، يعني في يعني مش بعيد يكون كان في مذيعين زي كده مثلا بيستضيفوا مثلا في برامج برديه عندنا اسمها انستازي البرديه دي اسم صاحبها، يعني بيتكلم عن ايام السعد والنحس، بيقول في برضه كده لو انت في اليوم دوت واجهت كذا شفت حاجه محدده فده اليوم جميل بالنسبه لك واكمل نشاطك وانطلق وقابل الحياه بمرح، لكن لو قابلت طائر محدد حيوان محدد فده يوم مش موفق بالنسبه لك ويحصل هيحصل لك حاجه مشكله. هل بقى كان الغراب والبومه من الايام دي مذكورين ولا مذكورين الغراب والبومه وبعد الحيات؟ بس حرام دي مخلوقات رب يعني، بالعكس يعني هو مش مؤذي، هي يعني ارتباطها بحوادث معينه عند الناس فربطوها بذكرى سيئه بالنسبه له وكده فسموها كده. حاجه تانية كمان بقى الموضوع الابراج حاجه ذكرتها دي موجوده عندنا بقى، دي مصدر رائع جدا، مصدر حجري يعني حاجه كبيره ما هياش حاجه صغيره ولا برديه ولا لوحه ولا مصدر كبير جدا موجوده في الطابق الثاني من معبد دندره، المعبد اللي اقيم للمعبوده حتحور في العصر البطلمي. في ناس كتير بتقدس زياره هذا المعبد ده حقيقي لحد دلوقتي، لحد دلوقتي فعلا بيقولوا الطاقه في المكان ده حقيقي مختلفة. هو والهرم الاثنين المعبدين دول والهرم. السر ان هو المعبد اول حاجه معبد مكتمل عليه مناظر فلكيه كبيره جدا في السقف معبد دندره دوت، واضحه جدا النجوم بتاعه السماء وتقسيم ال 36 ال 36 نجم اللي هم كل واحد فيهم بينور 10 ايام يدونا 360 يوم موجودين في سقف، والمراكب اللي هي فيها ارباب الزمن وارباب السماء والنجوم سواء الثابته او المتحركه موجودين كلهم في سقف بتاع معبد دندره. تاني حاجه في الطابق العلوي المعبد ده من طابقين موجود حاجه اسمها دائره الابراج اللي حضرتك ذكرتيها بقى، اللي فيها كل الابراج اللي هي دلوقتي برج الجوزاء والعقرب والاسد والثور والحمل والدلو وكل ده موجود، والابراج دي متاخده من الدائره دي، دائره الابراج دي اللي هي من حجر جيري وكانت موجوده في سقف الحجره في الطابق الثاني، نقلها فنان فرنسي اسمه بريس دافن، نقلها بالكامل من متحف من معبد دندره وموجوده دلوقتي حاليا كأثر مهم جدا في معبد متحف اللوفر في فرنسا، وموجود مكانها ريبليكا يعني نسخه طبق الاصل معموله من الجص او من الجبس اتوضعت مكانها بعد ما نقلها بريس دافن من مصر. ففعلا الابراج بترجع مش لاي حضاره تانية ولا اي ثقافه تانية، لكن بترجع للثقافه المصريه والحضاره المصريه، والابراج مذكوره ومنقوشه باشكالها سواء كان الاسد او الثور او الدلو، بالاشكال دي كلها مرسومه على الدائره اللي كانت موجوده في معبد دندره واللي حاليا محفوظه في متحف اللوفر في فرنسا.